مرحبا يا شباب، وأهلا وسهلا بكم بالمحاضرة الأولى من مقرر تحليل البيانات باستخدام الحاسوب، واللي حيكون عنوانه تذكرة بالمقاييس وتصميم الاستدامة. طبعا من العنوان نحن بنقدر نستنتج انه هذا المقرر مرتبط بمقرر ثاني مهم ببرنامج الماجستير، يلي هو طرائق البحث في إدارة الأعمال. فإذا طرائق البحث في إدارة الأعمال هو مقرر مهم جدا ويعتبر مدخل لهذا المقرر. عنوان الجلسة هو تذكرة بالمقاييس و تصميم الاستبانة، لأن هذا الموضوع سبق وتطرقت له طبعا بالتفصيل بمقرر طرائق البحث، ولكن نحن مضطرين دائما أن نحن نذكر فيه لأنه حيكون مرتبط بتحليل البيانات بشكل كثير كبير، مرتبط بالطريقة اللي حنختارها لتحليل البيانات الداتا تبعتنا، ومرتبط بالوظيفة اللي حنعملها بهذا المقرر، ومرتبط لحد كبير بجزء كبير من مشاريع التخرج تبعتكم. شو هي الأهداف التعليمية المرجوة بهذا الفصل؟ طبعا أول شيء أن نميز أنواع المقاييس الرئيسية اللي عادة ما تستخدم بالدراسات والبحوث في مجال الإدارة، تحديد خصائص المقاييس وفهم علاقتها باختيار التحليل الإحصائي، تصميم الاستبانة بشكل مناسب من حيث المحتوى ومن حيث ترتيب الأسئلة، التعامل مع عدم الرغبة وعدم القدرة على الإجابة لدى تصميم الاستبانة، وآخر شيء تمييز طرق الاختبار الأولي للاستبانة. فإذا مخطط المحاضرة حينقسم لموضوعين أساسيات يلي هن أنواع المقاييس واللي حيكونوا طبعا المقاييس الاسمية، المقاييس الترتيبية، والمقاييس المدرجة، ومقاييس النسب، وحنحكي كمان على تصميم الاستبانة من حيث تحديد محتوى الأسئلة، التعامل مع عدم القدرة على الإجابة، التعامل مع عدم الرغبة بالإجابة، ترتيب الأسئلة ضمن الاستبانة، والاختبار الأولي للاستبانة. إذا بلشنا بأنواع المقاييس، فبالحقيقة المقاييس بتترتب بحسب غناها بالمعلومة ضمن أربع مجموعات أساسية، بتتدرج من الأقل غنى بالمعلومة اللي هي المقاييس الإسمية للمقاييس الترتيبية أو الأوردينال سكيلز اللي هي أعلى شوي من حيث الغنى بالمعلومة، بيجي بعدها المقاييس المدرجة أو الانترفال سكيلز، ومقاييس النسب أو ريشيو سكيلز. إذا بلشنا بالمقياس الاسمي أو النومينال سكيل، فبالحقيقة تعتبر المقاييس الاسمية أبسط درجات القياس وأقل غنى بالمعلومة. فبتتعدد طبعا تسميات المقاييس الاسمية بحسب المراجع
فالبعض يسميها categorical scales أو مقاييس تصنيفية، البعض يسميها qualitative scales أو مقاييس نوعية، البعض يسميها non-metric scales أو مقاييس غير مترية. هون المقياس الاسمي ممكن يستخدم لغايتين، إما للتعريف أو الايدنتيفيكيشن، وفي الحالة هاي يقولوا بالإنجليزي there is one to one correspondence between the number and the thing، يعني بيكون في عندي توافق تام بين الرقم وبين الشيء اللي عم بيقيسه، سواء كان شيء او فرد. يعني الرقم هون بيصير مثل بصمه الابهام، هو رقم مميز. مثل شو؟ مثل الارقام الوطنيه اللي بنشوفها على الهويات الشخصيه، مثل الارقام اللي بنشوفها على امصان اللاعبين، مثل الارقام اللي ممكن نعطيها مثلا اذا كنا عم ندرس عده شركات، كل شركه نعطيها رقم، مثل ارقام الطلاب في الجامعه الافتراضيه، مثل ارقام الحسابات المصرفيه، مثل ارقام الموبايلات، مثل ارقام التامين. واذا في عندي عدد لا يحصى من الامثله على استخدام المقاييس الاسميه بغرض التعريف. فاذا هون كل رقم بيشير لشيء محدد تماما. هالارقام هاي معناتها بتساعد على المطابقه بين الارقام والاشياء اللي هي عم ترتبط فيها، وعلى وصف هالاشياء هاي بشكل منفصل عن بقيه الافراد او الاشياء. وهون شرط كثير اساسي انه ما يكون في عندي شيئين او فردين عند نفس الرقم. هذا بحالة الايدنتيفيكيشن. اما لما الحالة الثانية فهي حالة استخدام المقياس الاسمي بهدف التصنيف او الكلاسيفيكيشن. بهالحالة هاي الارقام تستخدم كعناوين لمجموعات او لفئات، مثل لما بنقول مثلا الجنس ونعطي الذكور واحد والاناث اثنين، مثل لما بنقول المستوى التعليمي ونعطي مثلا واحد للتعليم الاساسي، اثنين للتعليم الثانوي، ثلاثة مع متوسط، وهكذا. مثل لما بنقول الحالة الاجتماعية ونعطي العازبين واحد والمتزوجين اثنين وهكذا. اذا في عندي حالات كثير معناتها لاستخدام المقاييس الاسمية لهدف التصنيف. هلا سواء كنا عم نستخدم المقياس الاسمي بهدف التعريف او بهدف التصنيف، فالارقام ضمن المقياس الاسمي ما بتملك اي خاصة من خصائص الارقام. وبالتالي العمليات الاحصائية الوحيدة يلي بتحلي اياها المقاييس الاسمية هي قائمة على الكاونتينج او العد. فانا ما بقدر بعمل عمليات حسابية، يعني كل شيء بقدر بعمله هو اني عد، اني اشوف النسب المئويه البرسنتجز او تكرارات فريكونسيز او المنوال مود وبعض الاختبارات البدائيه اللي حنشوفها مع بعضنا مثل الكاي سكوير تيست او اختبار كاي مربع. اما العمليات الحسابيه فهي بالحقيقه ما بنقدر نساويها مع هذا النوع من المقاييس. إذا طلعنا شوي بالمعلومة حنوصل لعند المقياس الترتيبي أو الأوردينال سكيل. بهذا المقياس الأرقام فيه بتضيف بعد هو بعد الترتيب. فالمقياس هون بنستخدمه لترتيب الأشياء وفقاً لتوفر خاصة معينة نحن عم نحددها. هلا استخدام المقياس الترتيبي معناتها بيتطلب قدرة المجيب على التمييز بين مفردات عينة الدراسة تبعا لخاصية معينة. يعني مثلا ممكن نرتب مجموعة من المقررات
تبعا لأهميتك أو مجموعة من الأساسي تبعا لحكمنا لهم أو مجموعة من العلامات التجارية تبعا لتفضيلك. ف المقياس معناته الترتيب بيسمح بالترتيب، لكن مع انه الارقام هون سمحت بالترتيب الا انه الارقام ما بتحمل اي خاصه من خصائص الارقام، لانه هي هون كل شيء بتقدر تساوي لي اياه هو انه ترتب الاشياء من دون ما تحدد لي المسافه بين الاشياء اللي عم بيتم ترتيبها. فاذا مثلا بالنسبه لنا طلبنا منكم ترتبوا ثلاث شغلات A و B و C، فطلعت A بالمرتبه الاولى و B بالمرتبه الثانيه و C بالمرتبه الثالثه. فالارقام هون بتعطيني الترتيب لكنها ما بتشمل خصائص الارقام. كيف يعني؟ قال لانه نحن بالارقام المسافات بين كل رقمين متتاليين هي مسافات متساويه، بينما هون انتم رتبتوا اي واحد بي 2 وسي 3. نحن ما بنقدر نقول انه المسافه بين اي وبي هي قد المسافه بين بي وسي، ما لنا متاكدين. ممكن يكونوا لما انتم رتبتوهم كان تفضيلهم بالنسبه لكم قريب كثير من بعض، لكن لما انجبرتوا على التفريق على الترتيب رتبتوا A بالمرتبة الأولى على أنها أحسن بشوي من و B أحسن بشوي من C، وممكن يكون لا بالحقيقة بالنسبة لإلكم A أفضل بكثير من B و C، وممكن يكون المسافات بين الثلاثة بعيدة، وممكن يكون ثلاثتهم ما بتحبوها لكن A أفضلهم بالنسبة لإلكم بعدين بي بعدين سي. فاذا نحن هون ما بنقدر نحكم على المسافه بين الاشياء اللي انتم رتبتوها، بنقدر نشوف الترتيب، والترتيب والارقام هون ما بتعطيني اكثر من مجرد الترتيب. هلا المقاييس الترتيبيه معناتها لسه الارقام فيها ما امتلكت معنى وخصائص الارقام، فهي تشبه بخصائصها المقاييس الاسميه لكن اغنى عين بالمعلومه لانها بتضيف بعد الترتيب. وهون صرنا بنقدر نعمل بعض العمليات الاحصائيه بالاضافه للعمليات اللي كنا بنقدر نساويها على المقاييس الاسميه، صرنا بنقدر نعمل بعض العمليات الاحصائيه القائمه على الترتيب مثل الوسيط مثلا والربيعيات. من الامثله الشائع استخدامها للمقاييس الترتيبيه ممكن نذكر مقياس المقارنة الثنائية أو الـ Pair Comparison Scales، ومقياس الترتيب أو الـ Rank Order Scale. بمقياس المقارنة الثنائية عادة يتم عرض شيئين على المجيب وبينطلب منه أنه يختار واحد منهم بناء على خاصة معينة. طبعا ينصح بأنه ما يكون عدد الثنائيات اللي عم نعرضها على المجيب كبير حتى ما نسبب له التعب والإرهاق والملل. مثال مثل ما انكم شايفين قدامكم، قال سنعرض عليكم عدة ثنائيات من العلامات التجارية الشامبو، في كل ثنائية نرجو منكم اختيار العلامة التجارية التي تفضلونها للاستخدام الشخصي. فإيش الشخص الأول؟ قلنا له جيرماك ولا فينس؟ قال لا جيرماك، قلنا له معناته واحد لجيرماك وصفر لفينس. طب جيرماك ولا فيدال؟ قال لا جيرماك، معناته واحد لجيرماك وصفر لفيدال. طب جيرماك ولا هيلان شولدرز؟ قال لا جيرماك، عفوا هيلان شولدرز، فصفر لجيرماك وواحد لهيدن شولدرز. طب جيرمك ولا بيرس؟ قال لا جيرمك، معناتها واحد لجيرمك وصفر لبيرس. هلا هون بنجمع التفضيلات اللي حصلت عليها كل علامه تجاريه، فبيطلع معي بالنسبه لهذا الشخص انه هيدن شولدرز اجى بالمرتبه الاولى، جيرمك
بالمرتبة الثانية، في نعم. ناس بالمرتبة الثالثة، بيرت بالمرتبة الرابعة، وآخر شيء نداء. طبعا لما بيكون عندي عدد كبير من الإجابات نفس الطريقة، طبعا بنجمع التفضيلات اللي حصلت عليها كل علامة تجارية وبيطلع معي الترتيب على مستوى العميل. فإذا هذا بالنسبة لمقياس المقارنة الثنائية. طيب بالنسبة معناتها إذا أجينا على مقياس الترتيب، المقياس الترتيب لا، هون نعرض كل الأشياء اللي بدنا نرتبها دفعة واحدة على المجيب. البعض بيعتبره أقرب للحياة الحقيقية من مقياس المقارنة الثنائية، لأن إحنا بالحياة الحقيقية بيكون عندنا كل الخيارات قدامنا. مثال، بإحدى الدراسات سألوا للمجيبين رتب العلامات التجارية التالية لمعاجين الأسنان بحسب تفضيلة. ابدأ بإعطاء القيمة 1 للعلامة الأكثر تفضيلا، ثم 2 للعلامة التي تليها، واستمر بهذه الطريقة وصولا إلى إعطاء القيمة 10 للعلامة الأقل تفضيلا بالنسبة لك. العلامات مثل ما احنا شايفين هي 10 علامات، فممكن يجي الواحد يقول المرتبة الأولى كلاسر، بعدين 2 كريست، 3 كولجيت، 4 بلس واي، وهكذا لحتى يوصل لعند اي رقم 10. إذا هون بصير الترتيب دفعة واحدة على كامل الخيارات. سواء كنا عم نحكي على مقياس المقارنة الثنائية أو مقياس الترتيب، فالبيانات اللي عم تطلع معنا هي بيانات ذات طبيعة ترتيبية. إذا أجينا على المقاييس الأكثر استخداماً، فحنطلع بالمعلومة باتجاه الانترفال سكيل أو المقاييس المدرجة. هون عملية القياس بتعتمد على وجود وحدة قياس ثابتة بالمقياس، لذلك البعض يسميها مقاييس المسافات المتساوية. هون المسافات بين الأرقام هي مسافات متساوية، يعني المسافة بين الواحد واثنين هي قد المسافة بين اثنين وثلاثة، قد المسافة بين ثلاثة وأربعة. الأرقام هون صارت بتحمل معنى وخصائص الأرقام، فالرقم صار بيساعدني على الترتيب وبيساعدني على معرفة المسافة بين الأشياء بحسب القيمة اللي عم بعطيها لإلها. فهذا المقياس بقدم كل المعلومات اللي بيقدمها المقياس الترتيبي، بالإضافة لتقديمه فرصة مقارنة وتقييم الفروقات بين الأشياء. مثل ما قلنا المسافات بين الأرقام بتكون متساوية، لكن هون نقطة الصفر هي قيمة افتراضية، ما هي قيمة حقيقية. والصفر وجوده ما بيعني انعدام الخاصة أو الصفة يلي عم نقيسها. فإذا سألنا شي يوم بالشتوية وطلعنا على ميزان درجة الحرارة ولقينا درجة الحرارة صفر، فهذا ما بيعني إنه ما في حرارة، وإنما اصطلاحا عاد نقطة تجمد الماء اعتبر العلماء إنه هاي درجة صفر مفهوم خموش وما تحت سالب. إذا مقياس درجة الحرارة هو مقياس واضح على مقياس مدرج. طبعا مع امتلاك المقاييس المدرجة لخصائص الأرقام، فصرنا نقدر نعمل مجموعة كتير كبيرة من التحليلات الإحصائية والعمليات الحسابية. أي صار فينا نحسب وسط حسابي، صار فينا نحسب انحراف معياري، تباين، بعض الطرق مثل الانحراف الخطي، الارتباط الخطي، الانحدار الخطي، يعني التحليل العام، كثير من الطرق الاخرى. هلا من اكثر
الأمثلة شيوعا على المقاييس المدرجة المستخدمة بالدراسات في إدارة الأعمال، بنلاقي مقياس التصنيف المتصل أو الـ Continuous Iterating Scale، في عندي مقياس لايكرت الشهير، وفي عندي مقياس الصفات المتضادة أو Semantic Differential Scale. إذا بلشنا بمقياس التصنيف المتصل أو الـ Continuous Rating Scale، فبهذا المقياس بتتم الإجابة من خلال وضع علامة على خط مستمر، ممكن يكون أفقي وممكن يكون عمودي، والمجيب حر يحط الإجابة تبعته وين ما بده. طبعا هذا الخط ممكن أحيانا يكون مرقم مثل ما عندنا شايفين قدامنا من 0 ل 100 مثلا، بينتهي بصفتين، وممكن أحيانا يكون في عنده صفات كمان، لكن ميزته التصنيف المتصل إنه هو أنا ماني مثل السميانات أنا متعود عليها بجاوب يا 0 يا 10 يا 20، لا هون بحط الإشارة وين ما بدي، ومطلوب من الباحث إنه يقيس المسافة ويرحل القيمة، يعني هون مثلا 22 بدي يرحل القيمة 22. طبعا مثل ما أنا شايفين هذا المقياس استخدامه بحالة الاستبيانات الورقية هو موضوع صعب، فبيشيع استخدامه أكثر بالاستبيانات اللي بتتم اونلاين او باستخدام الكمبيوترات. مقياس لايكرت طبعا سمي بهذا الاسم نسبة ل رينيسيس لايكرت، الشخص اللي طور هذا المقياس. بيقوم هذا المقياس على فكرة اعطاء درجة الموافقة او عدم الموافقة على عبارة او مجموعة من العبارات المتعلقة بالشيء المدروس. طبعا هو بالأصل مقياس من 5 درجات، الواحد فيه strongly disagree يعني غير موافق بشدة، الاثنين disagree غير موافق، الثلاثة neither agree nor disagree يعني محايد، الأربعة agree يعني موافق، والخمسة strongly agree يعني موافق بشدة. طبعا مثل ما احنا شايفين مثال على دراسة استخدمت مقياس لايكرت، أعطي درجة موافقة على كل من العبارات التالية: 1 يتمتع المدرس بالكفاءة في إيصال المعلومة من 1 ل 5، يلتزم المدرس بأوقات المحاضرة، يستخدم المدرس مادة علمية حديثة. فنحن نجي نعطي موافقة أو درجة موافقتنا على كل عبارة. هلا مقياس لايكرت هو مقياس كثير بسيط، مقياس كثير شهير وسهل التعامل معه. مع الوقت طبعا تطورت أشكال جديدة للمقياس، فصاروا يعتبروا أي طرف أي شيء من طرف يقول جدا ولا جدا من الطرف الثاني، فهو شكل من اشكاله لهذا المقياس. مثل ما احنا شايفين هون الاتجاه نحو شيء ما سيء جدا عن جيد جدا، اهميه شيء ما غير هام جدا او ابدا لعند هام جدا، رضا غير راضي ابدا لعند راضي جدا. فاذا كل الاشكال اللي تطورت من عند ابدا لجدا او من جدا لجدا صارت هي شكل من اشكال هذا المقياس، مع وجود محايد بالنص، مع وجود درجتين بطرف ودرجتين بالطرف الثاني. طبعا مقياس لايكرت كمان بنقدر نستخدمه مع مقياس الوجوه، خصوصي بالدراسات اللي بتستخدم الاطفال. اذا رحنا لعند مقياس الصفات المتضاده او السيمانتيك ديفرنشال سكيل، فمقياس الصفات المتضادة أو مقياس البعض يسميه تباين المعاني، فهو مقياس من 7 درجات، من طرفي عندي صفة ومن الطرف الثاني عندي عكسها، لذلك البعض يعتبره مقياس ثنائي القطب، يعني مثل من طرف قطب موجب من طرف قطب سالب.
فإذا هو مقياس ثنائي القطب بيتكون عادة من 7 درجات، هذا الأصل تبعه. طبعا كالعادة مع الوقت اتطورت أشكال أخرى من 9 درجات ومن 10 درجات ومن 6 درجات لهذا المقياس. مثال مثل ما شايفين، كان أداء فريق برشلونة في مباراته الماضية مثيرا، مملا، سريعا، بطيئا، مفاجئا، متوقعا. من طرف عندي صفة ومن طرف عندي نقيضة له الصفة هاي. آخر مقياس هو مقياس النسبة، واللي البعض بيعتبره هو المقياس الحقيقي. يعني هون بمقياس النسب الأرقام تتمتع بكافة خصائص الأرقام، فهو بياخذ خصائص المقاييس الاسمية والترتيبية والمدرجة. نقطة الصفر هون هي نقطة حقيقية، نقطة مطلقة، يعني وجود الصفر يعني إعدام الصفة يلي أنا عم قيسها. فالوزن صفر يعني ما في وزن، المسافة المقطوعة صفر يعني ما في مسافة مقطوعة، الأرباح صفر يعني ما في أرباح. بالإضافة لهذا الشيء، المقياس بيسمح لي أحسب الفروقات بين والنسب بين الأرقام، وهذا من هون إجا الاسم تبعه. من هون المقياس مع مقياس النسب نحن بنقدر نستخدم كافة الطرق الإحصائية، كافة التحليلات اللي ممكن نعرفها. وهون مهم أن نقول أنه نتيجة التشابه الكبير بالخصائص بين مقياس النسب والمقياس المتدرج، فغالبا الخبراء بيجمعوا هالمقياسين، هاي هذول الاثنين النسب والمتدرج، ضمن عيلة واحدة بيسموها المقاييس المترية أو الكمية، متريك سكيلز. هاي معلومة كثير مهمة وحنرجع لها كثير بتحليل البيانات. فإذا بنرجع نذكر، مقياس النسب والمقياس المدرج الخبراء عادة بيجمعوهم ضمن عائلة واحدة بيسموها متريك سكيل أو المقياس الكمي أو المتري. فإذا مع نهاية الجزء الأول من المحاضرة بنرجع نذكر أنه نحن بهذا الجزء حكينا على أنواع المقاييس من حيث غناها بالمعلومة، من انطلقنا من المقياس الأقل غنى بالمعلومة يلي هو المقياس الاسمي، رحنا باتجاه المقياس الترتيبي أو الـ Ordinal Scale، بعدين المقياس المتدرج أو النومينال أو عفوا الانترفال سكيل، وآخر شيء اتطرقنا الآن لمقياس النسب أو الريشيو سكيل. ضمن المقاييس الترتيبية حكينا على مقياس المقارنة الثنائي الـ Pair Comparison Scale، حكينا على مقياس الترتيب الـ Rank Order Scale. ضمن المقاييس المدرجة حكينا على الـ Continuous Rating Scale أو المقياس المستمر، حكينا على الـ Likert Scale، وحكينا على مقياس الصفات المتضادة أو المقياس القطبي الـ Semantic Differential Scale أو الـ Bipolar Scale. وقلنا أنه نحن بنجمع عادة المقاييس المدرجة ومقاييس النسب ضمن عائلة واحدة بنسميها المتريك سكيل. بالجزء الثاني من المحاضرة حنحكي على تصميم الاستبانة.